ما هي الدول التي لديها أكبر عدد منشآت نووية عسكرية؟ عندما نتحدث عن الدول التي تمتلك أكبر عدد من المنشآت النووية العسكرية، تأتي الولايات المتحدة وروسيا في المقدمة. الولايات المتحدة تمتلك حوالي 5800 رأس نووي موزعة على عدة منشآت نووية استراتيجية. تليها روسيا التي تمتلك حوالي 6375 رأس نووي في مجموعة متنوعة من المنشآت العسكرية. الصين تأتي في المرتبة الثالثة مع حوالي 350 رأس نووي ومنشآت نووية متعددة تدعم برنامجها النووي العسكري. فرنسا تملك حوالي 190 رأس نووي منتشرة في قواعد ومنشآت متعددة. المملكة المتحدة تضم حوالي 125 رأس نووي في منشآت مخصصة. هذه الدول تعتمد على المنشآت النووية لتعزيز قوتها العسكرية والردع الاستراتيجي، مما يجعلها لاعبين رئيسيين في الساحة الدولية فيما يتعلق بالقوة النووية.